الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال ابن القيم: وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قال ابن القيم: فليتدبر العاقل هذه الآيات وما اشتملت عليه من العبر. قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. يقول ابن القيم: ذكر، أي ذكر الله، الصنفين المبطلين، أحدهما منشئ الباطل والفرية، منشئ الباطل والفرية وواضعها وداعي الناس إليها. الناس المبطلين اللي على وجه الأرض قسمين: القسم الأول هو الذي ينشئ الباطل والفرية ويضعها ويدعو الناس إليها، وهذا هو المفتري على الله الكذب. الثاني: أو كذب بآياته، المكذب بالحق. فالأول كفره بالافتراء وإنشاء الباطل، والثاني كفره بجحود الحق، وهذان النوعان يعرضان لكل مبطل. فإن انضاف إلى ذلك دعوته إلى باطله وصد الناس عن الحق استحق تضعيف العذاب لتضاعف كفره وشره. ولهذا قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذبهم عذابين: عذابا بكفرهم وعذابا بصدهم عن سبيله. يبقى في فارق بين الإنسان ينشئ الباطل ثم يعمله، وبين إنسان ينشئ الباطل ويعمله ويدعو الناس إليه، فارق كبير جدا. وعندما نتأمل أرباب البدع قل أن تجد مبتدعا يدعو إلى بدعته ويتركها. لا يمكن ده لو حدث بحاجة قليلة جدا، لا يمكن. ولذلك نسأل الله تعالى العافية، يعني ما تلبس به بعض إخواننا من الديمقراطية وغير ذلك من هذه الأعمال صعب جدا أن يعودوا إلى الحق الذي كانوا عليه والهدى الذي كانوا عليه. صعب جدا، لأن في دماغهم زين لهم ذلك الباطل، وصار ذلك الباطل من جملة الدين، فكيف يرجعون عنه؟ خلاص، يعني ما ترك أحد هدى كان عليه إلا زين له الباطل. يعني الواحد لو بيعمل باطل ويعرف ان هو باطل عمره ما يعمله. الكفار
وهذا من باب التشبيه لا نكفر أحدا. الكفار قالوا لو كان خيرا إيه اللي حصل؟ ما سبقونا إليه. يبقى استدل الكفار على أنهم ليسوا على شر بل هم على خير. الكفار استدل أنهم مش وحشين، احنا كويسين جدا كويسين جدا، لأن لو كان المؤمنين دول بيعملوا حاجة كويسة كان ربنا وفقنا وما سبقناش في هذا الأمر الذي فيه خير. منطق عجيب جدا. ورتبوا على ذلك اللهم إن كان هذا والحق من عندك مش يا رب اهدنا، أمال إيه؟ أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يا إله العالمين يا إله العالمين. يبقى المبطل غالبا لا يعرف أنه مبطل، لا يعرف أنه مبطل، ولذلك هو لا يقبل ما أنت تقوله، ما يقبلوش، لأنه في دماغه أن أنت المبطل وهو صاحب الحق. شوف فرعون اتهم موسى بماذا؟ وإني لأظنك يا موسى مسحور، يعني اتهم موسى وقال لما عندما جمع الناس يرحمكم الله اتهم موسى أنه يفسد دينه، واتهم موسى أنه يظهر في الأرض الفساد. الله، يبقى اتهم موسى بأنه كافر وأنه يبدل الدين وأنه يفسد في الأرض وأنه ساحر. يبقى حالي به كحال القائل رمتني بدائها وانسلتي، وانسلت، رمتني بدائها وانسلت. وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب، لما ربنا عز وجل في القرآن بيذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب كقوله وللكافرين عذاب أليم، وقوله تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ينالهم ما كتب لهم في الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك. يعني الجماعة المبطلين دول قال الله تعالى فيهم أولئك، مع رغم أنهم مبطلون ومع هذا ينالهم نصيبهم من الكتاب، الله تبارك وتعالى يجري عليهم قدره في الحياة والرزق. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، يعني أينما كنتم توالون فيه وتعادون فيه وترجونه وتخافونه من دون الله، أين هؤلاء الشركاء؟ أين هؤلاء الأنداد؟ قالوا ضلوا عنا، أي زالوا وفارقوا وبطلت تلك الدعوة. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، أي ادخلوا في جملة هذه الأمم، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، أي كل أمة متأخرة ضلت بأسلافها، كل أمة متأخرة ضلت بأسلافها. ليه يا إخواني؟ لأن الأمة المتقدمة لم تجد أحدا يأمرها وينهاها فثبت الفساد، فلما أتت الأمة التالية لم تجد إلا ماذا؟ إلا الفساد، فمشوا على الفساد، مشوا على الفساد. وهذا قول الله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، لأنه ليس في جيل الآباء أمة يعظونهم، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما، قالوا معذرة إلى ربكم. مفيش حد قام بواجب النصح والوعظ
حتى يكون معذرة إلى الله. فبالتالي أتت الأجيال التالية تسير على فساد الأجيال السابقة. أما أمة الإسلام فكل انحراف يظهر في أمة يقيد الله تعالى من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فأمة الإسلام أمة معصومة من ذلك إن شاء الله إن شاء الله. كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم. قال ابن القيم: كل أمة متأخرة ضلت بأسلافها. قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، أي ضاعف عليهم العذاب بما أضلونا وصدونا عن طاعة رسلك. قال، أي قال الله تعالى: لكل ضعف، وذلك من الأتباع والمتبوعين بحسب ضلاله وكفره. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون، أي لا تعلموا كل طائفة بما في أختها من العذاب المضاعف، نسأل الله تعالى العافية. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل. قال ابن القيم: فإنكم جئتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل وبينوا لكم الحق وحذروكم من ضلالنا ونهوكم عن اتباعنا وتقليدنا. للناس الأمة الأولى اتضلت بتقول للأمة التالية، بتقول لهم احنا مش سبب في ضلالكم، ده كان في رسل أجلكم بعد وفاتنا، ولكنكم أبيتم إلا اتباعنا وتقليدنا وترك الحق الذي أتتكم به الرسل، فأي فضل كان لكم علينا وقد ضللتم كما ضللنا وتركتم الحق كما تركناه، فضللتم أنتم بنا كما ضللنا نحن بقوم آخرين، فأي فضل لكم علينا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. لا ينبغي أن نتابع قوما على باطل أبدا، لا يمكن، لا يمكن أن نتابع قوما على باطل أبدا، حتى ولو انفردت سالفة المرء ولم يبق إنسي على وجه الأرض إلا أنت، فالزم الحق وأهله، وإياك بمن يزخرفون لك الأقوال، واتق الله في دينك، فإن الله تعالى جعل على دينه أنوارا تأخذ بألباب الموحدين وتهديك إليها بإذن الله تعالى القوي الأمين المتين. فما عليك إلا أن تجتهد في دعائك، فلله ما أشفاها من موعظة وما أبلغها من نصيحة، لو صادفت من القلوب حياة فإن هذه الآيات وأمثالها مما تذكر قلوب السائرين إلى الله، فإن هذه الآيات وأمثالها مما تذكر قلوب السائرين إلى الله. وأما أهل البطالة الثكلة، الثكلة لهم الضعاف الهلكة، فليس عندهم من ذلك خبر. نسأل الله تعالى أن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يثبتنا على الهدى والخير والبركة والإحسان، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه، وأن يتوفنا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين. قبل أن أنهي، ملحوظة يسيرة وتوضيح يسير في دقيقة واحدة حتى نقوم لصلاة الضحى. بالنسبة للبرنامج أذكر به مرة ثانية، البرنامج أنتم تعيشونه ولكن أذكر به، نحن نمنع الكلام منعا باتا إلا لضرورة،
إلا لضرورة، ونمنع المناقشات والمجاذبات وأطراف الحديث، لأن الاعتكاف فرصة لشحن القلب بمعاني الإيمان. احنا طول السنة قاعدين نمشي في الصحراء، فالإنسان لما يأتي إلى شجرة ظلها وارف ونعمة طيبة فإنه يتمتع بهذا الظل ولا يريد أن يفوت هذه الفرصة. نبدأ اليوم من الاستيقاظ ثم صلاة القيام، وأنا أحب لإخواني أن يصلوا ركعتين قبل القيام، أحب لإخواني أن يصلوا ركعتين قبل القيام، وأن يجعلوا هاتين الركعتين خفيفتين من جملة القيام. والله إن صلينا 6 ركعات وأوترنا يبقى هو كده كمل 11 ركعة، ولو احنا صلينا 11 ركعة يبقى هو صلى 13 ركعة ولا بأس، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، ثبت ذلك والحديث في الصحيح. يبقى عندنا 11 و13، فأنت صلي ركعتين خفيفتين. أما بالنسبة للمصحف، احنا عندنا في المعتكف 3 حاجات: العلم والقرآن والصلاة. في حاجة أكتر من كده؟ العلم والقرآن والصلاة. العلم بفضل الله كل يوم بتاخد 7 دروس: 3 الفجر وواحد بعد الفطار، وبتاخد كمان 3 بعد العصر، يبقى 7 دروس في اليوم. ومع ذلك بفضل الملك عندك 5 ساعات ونص فاضيين تقرا فيهم قرآن. ازاي؟ احنا بنخلص الصلاة غالبا الساعة 3 أو 3:05، مش كده؟ انت يمكن ان تتسحر في 5 دقائق. هو انت معلش يعني انت لابد تفردها 5 دقائق السحور، خليهم 10 دقائق، يبقى دخلنا كده في الساعة 3:15. بنصلي الساعة كام؟ بنصلي الساعة 4:15، يبقى عندك ساعة بحالها قبل صلاة الفجر، ادي ساعة لقراءة القرآن. وبعدين بعد ذلك بعد صلاة الضحى لغاية لما نقفل النور عندك 3/4 ساعة أو ساعة، أدي 2 ساعة، مش كده وبس. أنت بتنم من الساعة 6:30 لغاية الساعة 12 أو 11:30، 5 ساعات نوم ما شاء الله، 5 ساعات نوم. استنى بس، أصبر علي، أصبروا علي. يبقى احنا وصلنا كده كام ساعة قرآن؟ لا، 8 ايه؟ 2 ساعة دلوقتي، مش كده؟ 2 ساعة، مش كده وبس. عندك من الظهر بيأذن الظهر الساعة كام؟ 12 أو 12:03. عندك من الساعة 12:03 لغاية الساعة 3:30، 3 ساعات ونص، خد منهم 1/3 ساعة لصلاة الظهر، يبقى عندك كم ساعة؟ 3 ساعات و10 دقائق لقراءة القرآن. يبقى 2 ساعة و3 ساعات و10، يبقى كم ساعة؟ 5 ساعات و10 دقائق، مش كده وبس. عندك بعد الدرس بتاع أو دروس العصر حوالي 3/4 ساعة قبل المغرب، خليهم لأذكار المساء، ما تقراش قرآن قبل المغرب، دول وقت أذكار المساء، فريضة الوقت إن أنت تقول أذكار المساء. احنا وصلنا كم ساعة دلوقتي؟ 5 ساعات و10 دقائق. نيجي بعد كده لأذان المغرب. أول من أذن المغرب لغاية لما الصماط يوضع والناس تطلع ويتحط الصماط، والإخوة ربنا يبارك فيهم يا رب يحطوا الأكل وننزل، فيها 10 دقائق، يبقى 10 × 5 = 10، أدي 5 ساعات وثلث. تخلص الأكل، ومش هقول لك تقرأ قرآن، ريح شوية 10 دقائق لغاية الدرس اللي هو قبل العشاء. من بعد الدرس، احنا بنخلص الدرس على 8:30 بالضبط، بيتقفل النور الساعة 9:30، يبقى عندنا كده قد ايه دلوقتي؟ حوالي ساعة.
خليهم يا رجل نص ساعة، يبقى 5 ساعات وتلت، ونص ساعة يبقى كم ساعة؟ 6 ساعات إلا 10 دقايق. طب هتنام كم ساعة في اليوم؟ يبقى عندي 6 ساعات قرآن في اليوم. طب كم ساعة نوم؟ أدى عندي 5 ساعات قبل الظهر، وممكن عاوز تنام بعد كده تنام بعد العشاء من الساعة 9:30 للساعة 12، كم ساعة؟ 2:30. 2:30 و5 كم ساعة؟ 7:30. يبقى بتحضر في اليوم 7 دروس، بنصلي القيام مستريحين فيه الحمد لله، ومع القيام والعلم عندك كم ساعة؟ قراءة قرآن، 6 ساعات قراءة قرآن و7:30 نوم، ما شاء الله، بفضل الله برنامج متوازن جدا جدا جدا. اللي ما يقدرش يقرا في كل يوم 5 أجزاء يقرا 3 أجزاء، ما تشقش على نفسك، كفاية 3 أجزاء كل يوم. عندك وقت تأمل بعض الآيات، عندك وقت تاني الدروس اللي انت خدتها دي ذاكرها، عندك وقت تاني بدل ما الأخ اللي جنبك تقعدوا تقصصوا مع بعض. الحمد لله المعتكف في السنة دي ما فيش أي حاجة من الحاجات دي، بس امبارح اتلقيت فيه كده ايه حتة تهوية صغيرة كده، دي طبعا ممنوعة تماما. بدل ما تهوي كلمتين، لا، افتح حديث وناقشه مع صاحبك، إياك والكلام. عندنا البرنامج زي ما انتوا شايفين كده مفيش وقت للكلام، مفيش وقت للكلام، ما تخليش حد يسبقك، لا تخلي حد يسبقك ولا حاجة. بتنام 7 ساعات، بتقرأ قرآن 6 ساعات، بتاخد 7 دروس في اليوم عمرها ما حصلت، وفضل الله بتصلي حوالي 2:30 أو 3 ساعات. ممتاز جدا، حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما حاجة القبول لا مش كده وبس، الأذكار عندنا 3/4 ساعة قبل المغرب، وعندنا 1/4 ساعة بعد صلاة الفجر، عندنا ساعة أذكار في اليوم ما شاء الله. ضيف هذا للمذكور بقى، ده ما شاء الله، هذا جيد وهذا حسن ولله الحمد والمنة. وأسأل الله أن يبارك في الإخوة الذين يقومون بالخدمة، ما شاء الله المسجد كان يعج بالذباب بالأمس، اليوم لا نجد له أثرا مع الجمال والنظافة، ودورات المية ما شاء الله نظيفة جدا. لذلك أنا بتمنى إحنا كل شهر نعمل اعتكاف يوم بس يكون موجودين فيه. الموافق يرفع إيده، ما شاء الله ما شاء الله، ده كلام جميل، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.